بس فضل. المؤتمر مستر موسيماني ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار مره ثانيه. موسيماني رد لك على التدخل النهارده وخسرت نقطه مهمه في الصراع على القمه. ما زال المسلسل اهدار الفرص لموسيماني في النادي الاهلي. وطبعا احنا نلتمس العذر للعيبه النهارده بالاجهاد لكن اهدار الفرص تسبب النهارده ان الاهلي يفقد نقطتين مهمين جدا في صراع القمه. هل كابتن موسيماني عنده اداء لإهدار الفرص اللي ظهرت في ماتش الرجاء وظهرت النهارده في ماتش طلع الجيش؟ السلام عليكم. We miss a lot of opportunities. عندنا فرص كتير فعلا. Even against Raga away, we missed. حتى قدام رجاء مرة هناك في المغرب ضيعنا برضه هدرنا فرص. It is a concern. دي حاجة طبعا ده حاجة وضعي المفروض ناخد بالنا منه. المفروض نشوفه نعالجه. But this match, I think even if we play another hour, maybe we don't score. بس الماتش ده كان في ظروف خاصة لكن لعبنا سنة ساعة كمان قعدنا ساعة فوق الوقت ما كناش هنجيب اجوان برضه النهاردة. We tried to win it. حاولنا نكسب. I put everybody who's on the bench, who's an attacker, everybody. نزل كل على الدكة عنده كل المهاجمين لعب كل الناس اللي عنده. But there was no goal. ما حدش جاب اجوان. اتفضل. But that's not an excuse why we don't score. طبعا لسه فاضل ماتشات لسه قدامنا ممكن نلحق نفسنا بس طبعا ده مش عذر ان احنا ما سجلناش اهداف. We didn't lack energy today. ما كانش في طاقه، ما كانش طاقه النهارده. We played one half. Doesn't mean we didn't have energy. لعبنا شوط واحد بس مش معناه ان لعبنا في نص واحد بتاع الملعب ده مش معناه ما كانش في طاقه يعني. Yes, I accept, I understand. انا طبعا فاهم الظروف متقبلها يعني. هل مستر موسيماني كان شايف ان تغيير تعامل السلاح قصاد تعامل السلاح في اول 10 دقايق من الشوط الاولاني اثبتت ممكن يعملها ان شينجز اللي سبب سبورت تو كان ممكن ان هو يبقى شايف السلاح كان شوت فروم اوت سايد كان هاف سوليوشنز بس الدفاعيه من الفريق طبعا شيء شيء وذا ديفنسيف جيم بلاي باي ذا عمر السلاح از اوفرلودد عنده طبعا محمد عنده مجهد اجهاد زايد. And he made a very good decision because when he wasn't feeling good he came out. وقرار استبداله كان قرار موفق جدا لان اول ما يحس ان هو مش تمام لازم نغيره، لازم يحس ان هو مش There's no player who has played so many games than عمرو السولية. مفيش لعيب عندنا لعب ماتشات كتيره جدا زي عمرو السولية. And today he was not supposed to play. النهارده المفروض كنا نريحه المفروض ما كانش يلعب. But Hamdi was feeling discomfort on بس حمدي كان برضه ما كانش مستريح قبل الماتش كان حاسس بتعب and we changed today in the morning والصبح بعد كنا حاطين حمدي هو بدا الماتش النهارده هو حاسس بارهاق وتعب فبدلناه وحطيناه سليم مكانه يلعب المباراه ده حصل النهارده الصبح I have only three midfielders انا عندي بس ثلاث ديفندرات ثلاثه وسط ملعب بيلعبوا and I have to make sure that I keep one outside لازم اخلي واحد دايما على الدكه عشان التغيير and we have two important games coming عندي ماتشين مهمين جدا جايين so I've got to manage the legs لازم ادير تعب الارهاق اللي yeah we are sad that we didn't win today طبعا احنا انتبهنا احنا من الحزن ان احنا ما كسبناش النهارده but we tried to win بس حاولنا نكسب حاولنا نفوز
عايز اسال مستر بيتسو موسيماني عن مدى رضا مستر بيتسو موسيماني على اداء حسام حسن النهارده. هل ممكن يبقى النهارده بعد لعيبه زي بيرستاو؟ ميبي يمكن يشوف البرشن تاعه ميبي يمكن تيك من جيمز لايك بيفور. What did you say? What do you think about حسام حسن performance and حسام حسن and maybe the bad performance of البرشن تاعه can give you the prediction about حسام حسن؟ No, you can judge حسام حسن. ما اقدرش احكم على حسام حسن مباراه واحده. I'm happy I played him. أنا كويس لعبته النهاردة. أنا مبسوط إن لعبته النهاردة. Because it's okay to play him. He deserves a chance. So I gave him the chance. كويس. بتيجي فرصة خليه يشارك بخليه يشارك بخليه يلعب. Pesitao is playing good. Pesitao بيلعب كويس. But he's missing the chances. Pesitao بيلعب كويس بس بيهدر فرص. He's just missing chance to score. هو بس أهدر لعب كويس بس أهدر فرصة التسجيل جات له. Okay. That's why I put Osam today. عشان كده استبدل عشان كده النهارده لعب حسام حسن يعني؟ لعب حسام حسن. Maybe he can score. يعني حطه أصحاب بتاعي النهارده يمكن كان ممكن يسجل. That's why I put Sharif today. وبعد كده برضه استبدل ونزل شريف النهارده عمل تغيير. He also missed the chance. وبرضه شريف أهدر فرص هو كمان. Put Salah. حط برضه صلاح محسن. He also missed the chance. برضه أهدر. أربعة مهاجمين. So where am I going now? عامل إيه؟ هروح فين دلوقتي؟ الأربع مهاجمين بتوعي ضيعوا. Maybe I must play. خد ألعب أنا بقى عشان أجيب. مستر موسيماني هذا لك على التعادل طبعا باين كل اللي في حاله انهيار عامه يعني زي تيزت يو ار فيري تايد بات حضرتك فنيا تكنيكال ذا لاست جيم في المغرب بدات تلعب 4-2 مستمر في مسلسل إبداع الفرص. But Sinclair is missing opportunity. He missed here against all the last games. Missed this opportunity. Maybe the chances opportunity he got. Sharif and Salah Mohsen got to him. Sharif is being played. Sharif has been no. Don't talk about today. Sharif has been playing all the games. He's been missing. No, it's not like that. He's missing the opportunities, but the chances he got by Salah Mohsen and the Sharif was easier. It's more difficult that the Persio. The Persio was easier. They got support to score. No, Persio is missing the chances. We cannot run away from it. No, but he's not from the reality. He's missing the opportunities. So Osam played. Osam played. No chance, okay? Sharif has been playing all the games. Yeah, no, but I'm giving you reference. Don't drag me 1 point. ما تخش في نقطة واحدة بس على ماتش النهاردة بتكلم عن I'm giving you reference. Why this one? ليه بختار ده؟ Sharif maybe played 7 goals games. تفاهم 7 ماتشات ما جابش فهي اوكي اخر سؤال حسن لعبنا اوكي تفضل بعد بيرسي is missing the goals. بس برضو بيرجع تاني بيأكد. We all can see. كلنا شايفين بيرسي بيلعب. Okay. شريف is not scoring. شريف ما بيسجلش. We all can see. وبرضو كلنا شايفين. تمام. Today حسام played. He didn't even make one chance. تمام. فرصة واحدة. Salah Mohsen came one slight chance. Salah Mohsen فرصة كده خفيفة جت. Those are my four strikers. دول أربع روس حرفيا. I put them all in. نزلتهم كلهم النهاردة عشان أجيبهم محدش فيهم جاب. حبيبي. اتفضل. What do I do؟ هعمل إيه؟ اتفضل. هو في سؤال برضه. كيسال سؤال. اتفضل حضرتك. لو لعبنا ساعه كمان ما كناش هنسجل اصلا عشان الفريق مجهد ولا سيد if we play one more hour we not score. Should not score because the team are tired, the players are tired or what? I don't want to talk about the team being tired. مش عايز اتكلم عن موضوع ان الفريق مجهد. Because today we can't say we are tired. النهارده we were all in one hour. بص هي النقطة برضه بتتكلم في حكاية في إجهاد بس ما نقدرش نقول ده السبب النهاردة لأن النهاردة كنا حاطين لهم في نص ملعبهم طول الماتش. Okay, so I don't want to make excuse. ما بقولش أعذار. We did not score the goals. We are missing the opportunity. أهدرنا فرص، جات لنا فرص ما جبناش، لا حتلاقينا فرص ما سجلناش. Okay. بس. So it's not being only about tired. مش بس موضوع الإرهاق. We've got a heavy program. أكيد تعرف المشكلة. Of course we're gonna have a program. That's why Sulaya. برنامج مش زي زي ما بيقولوا على طول برنامج يعني بتاعنا في مكثف مش زي عشان كده سلية حصل له إصابة لأن عندها برنامج غير برنامج أي نادي تاني. It's going to be difficult. هتبقى صعب هتصعب أكتر وأكتر. When you fight for the World Mundial, when you fight for تنافس في أفريقيا في العالم. AFCON, when you fight for Arab Cup, when you fight for the World Cup qualifiers,
لعبت كاس افريقيا مع المنتخب وكاس عرب وتصفيات كاس عالم وبطوله كاس عالم بتاعتنا لعبوا فيها وبطوله افريقيا والدوري. اللعيبه نفس اللعيبه هي بتستخدم, فطبعا مش هتبقى سهل بالنسبه لنا. watch this space this after June. شوف ده بعد يونيو هيحصل ايه. AFCON qualifiers. تصفيات بطوله افريقيا تاني. again تمام تاني للمنتخبات افريقيا. thank you.